ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاعلت مصالح ولاية أمن مراكش بسرعة وفعالية مع شريط فيديو تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 3 أشخاص يحتسون سائل ماء الحياة داخل مؤسسة صحية عمومية ويتلفظون بعبارات نابية في حق هيئة ينظمها القانون. هذا واستجابة لعامل السرعة تمت مباشرة تحريات موسعة تمكنت من خلالها مكونات المصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف المعنيين بالأمر في وقت وجيز من نشر الفيديو. ووفق مصدر مطلع، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية اعتمدت بحثا مكثفا مدعوما بخبرة تقنية وعلمية ساعدت في تحديد هوية المشتبه بهم وإيقافهم. هذا وقد تم الاحتفاظ بالجميع تحت الحراسة النظرية لضرورة البحث في أفق الكشف عن ظروف وملابسات القضية قبل عرضهم أمام العدالة لتقول فيهم كلمتها.